بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي صلاح الدين الحمامسي، خريج جامعة القاهرة طب القصر العيني دفعة نوفمبر سنة 2006. خلصت الامتياز في 2008، وأنا حاليا نائب أمراض باطنة في السنة الثالثة في أمريكا في مستشفى اسمها ميموريال هوسبيتال اوف رود ايلاند. أنا بسجل الفويس ريكوردينج ده علشان كلنا نقدر نستفيد من تجارب بعض كمصريين، فتكون تجربة السفر أسهل على الأجيال اللي جاية. السبب اللي خلاني أجي أمريكا أو أفكر في السفر هو مينلي التعليم. أنا ما كنتش مبسوط قوي بنظام التعليم في الكلية عندنا، كنت حاسس إن أنا والسنين بتعدي إن أنا ما بقتش دكتور كويس، ووصلت لمرحلة إن أنا أدركت إن أنا محتاج أعمل حاجة في سنة خمسة، لأني كنت قبل كده دايما ببرر لنفسي وبقول إحنا بندرس بيزكس ولما نبتدي ندرس كلينيكال الواحد هيلاقي نفسه اتعلم أكتر. بس بعد كده جيت في سنة خمسة ولقيت نفسي ان انا مستواي مش كويس كدكتور، يعني لما حد من اصحابي او قرايبي بيسألني ازاي اعالج مرض معين، او حتى لو قال لي ان صباعه بيوجعه ببقى مش عارف اقول له يعمل ايه. فوقتها حسيت ان في حاجة غلط في التعليم وان في مشكلة حقيقية بس، وفكرت ان احنا لازم نحسن التعليم، وانضميت لجروب كان هدفه تحسين التعليم وكان جروب حكومي بس، وحسيت ان هما كان فيهم ناس كتيرة بيبقوا ولاد ناس معينين في الكلية، حسيت ان هو based on وسايط، فما كنتش يعني متفائل قوي من تطوير التعليم اللي هيحصل. بس وقتها فكرت ان احسن حاجة اعملها ان انا اسافر بره واتعلم، فكرت اني اروح انجلترا او كندا في الاول، ما كانتش امريكا في مخي خالص لان كنت حاسس ان امريكا بلد فيها مشاكل كتير من ناحية الفيزا ومن ناحية حاجات تانية، ففكرت ان انا اروح انجلترا او كندا او استراليا. بعد كده اتعرفت على الجروب بتاع محمد صلاح واتناقشنا مع بعض، ومحمد هو اللي اقنعني ان انا اجي امريكا، لان هو بدأ يشرح لنا قد ايه في opportunity في امريكا اكتر من الحتت التانية، وفي هنا هو تعليم متطور اكتر وجامعات اكتر. فده كان السبب الاساسي اللي خلاني اجي امريكا، ان انا كان نفسي اطور التعليم في مصر، حسيت ان من احسن الطرق لتطوير التعليم ان الواحد يسافر مكان متطور يتعلم فيه كويس، وهو ومجموعة تانية من الناس يتعرفوا على بعض، بعدين يقدروا وقتها يرجعوا مصر ويبقى عندهم حاجة يقدروا يضيفوها. وحسيت ان ده هيبقى ابروتش احسن شوية من ان الواحد يقعد في مصر ويكبر في نفس السيستم، لاني حسيت ان لما الواحد يتعلم في سيستم معين هيبقى اصعب عليه ان هو يطوره من لو راح واتعلم في حتة متطورة اكتر بعدين رجع. ساعات لما سافرت امريكا ما كنتش واخد اي تمرين طبي تقريبا، انا خلصت الكلية وبعدين خلصت سنة الامتياز، وبعد ما خلصت سنة الامتياز على طول سافرت امريكا، اخدت المعادلة في سنة الامتياز اليو اس ام لي، امتحنت ستيب 1 في وسط سنة الامتياز في اخرها خالص، وبعد كده امتحنت ستيب 2 وسافرت على طول. ستيب 1 اخدت مني تقريبا 10 شهور مذاكرة واني امتحنها. ال10 شهور دول قضيت اول كام شهر بقرا في كابلن وفي الفيرست ايد، وكنت حاسس ان انا تايه شويه، ما بداتش احس ان تفكيري ترتب في مذاكره اليو اس ام لي غير لما بدات احل اسئله. ستيب 2 ذاكرتها في حوالي 5 شهور، وبعد كده كنت يعني بعديها ب 21 يوم بالظبط امتحنت السي اس، فكنت بذاكر شويه في السي اس مع ستيب 2. السي اس مذاكرته كانت مينلي براكتس مع اصحابي، وانا ذاكرت في مصر ما ذاكرتش اي حاجه في امريكا، كنت يعني كل مذاكره الامتحان ستيب 1 وستيب 2 ذاكرتهم امتحنتهم في مصر، والسي اس ذاكرتها في مصر وطلعت امريكا بس امتحنت. انا اتخرجت من الجامعه بتقدير امتياز، ترتيبي كان ال 188 على الدفعه، وجالي نيابه باطنه في القصر العيني، وهو ده اللي انا كنت عايزه. انا جالي نيابه باطنه في الدور الثاني بس انا ما خدتهاش، يعني انا ما حضرتش قعده النيابات في الدور الاول ولا في الدور الثاني لاني كنت قررت ان انا اسافر، فكنت مقتنع ان الواحد لما بيفكر في حاجتين في نفس الوقت مش بينجز في اي اتجاه، زي ما بيقولوا صاحب بالين كذاب وصاحب 3 منافق، فقررت ان انا اركز في حاجه معينه، فركزت في السفر وخلاص، ما كنتش حاطط باك اب بلان قوي في مصر، وكان بالنسبه لي الباك اب بلان كان هو ان انا لو ما قدرتش اروح امريكا او لاي سبب الفيزا بتاعتي ما مشيتش ان انا اروح نيوزيلندا او استراليا او انجلترا بس، واليو اس ام لي كانت بتسمح للواحد ان هو يمتحن امتحان تاني ويروح نيوزيلندا، ففكرت وقتها ان انا بروح هناك وممكن ابقى اقدم تاني على امريكا واحاول اروح امريكا. فدي كانت الباك اب بلان بتاعتي، ما كنتش عامل اي باك اب بلان في مصر خالص. انا والدي استاذ امراض باطنه في الجامعه، وانا بصراحه كنت بحب الشغل معاه، يعني اشتغلت معاه في مصر وكنت مبسوط جدا بالشغل معاه وهو علمني كتير، وكان نفسي يعني
كان نفسي في امراض باطنه، فبالنسبه لي دي كانت الحاجه اللي كان نفسي فيها كانت تجيلي في مصر، بس انا كنت مش مبسوط بنظام التعليم از هول، فعلشان كده قررت ان انا اسافر بره واتعلم بره. عندي شويه نصايح للناس اللي بتفكر انها تذاكر اليوسم ليه. انا رايي ان الناس تبدا بستيب 1، ما تبداش بستيب 2. عارف ان في اقوال كتيره بتقول ان الواحد بيبقى في اخر كام سنه في الكليه دارس باطنه وجراحه، وبالتالي هتبقى ستيب 2 اسهل من ستيب 1، بس هو الموضوع مش كده، لان المواد البيزك اللي بتاعت ستيب 1 في اليو اس ام لي بتيجي فيها اسئله كلينيكال، ففي رايي ان الواحد هيبقى صعب قوي ان هو يعرف يحل الاسئله الكلينيكال دي لو هو مش واخد باطنه وجراحه. يعني هي امتحانات معموله لناس في اخر سنين الطب خالص، وبيمتحنوا ستيب 2 بعد ما يتخرجوا كمان بكام شهر، وبيبقوا اخدوا شويه كلينيكال اكسبيرينس. فالفكره كلها ان الامتحانات دي معموله ان الواحد يمتحنها بعد ما يتخرج، فمنصحش الناس ابدا انها تمتحنها في الجامعه. ممكن تذاكرها وهي طلبه بس تمتحنها بعد التخرج، وان هم يبتدوا بستيب 1 بعد كده ستيب 2، لان في حاجات كتير قوي في ستيب 2 مبنيه على ستيب 1، والطريقه دي اسرع. يعني الواحد بيجي يذاكر ستيب 2 الموضوع بيمشي بسرعه جدا، بيجيب فيها سكور احسن. المذاكره كلها based on فكرة ال practice. يعني أنا زي ما قلت كنت لما بقعد أقرأ كابلن كنت ببقى تايه ومش عارف إيه المطلوب، لما ببتدي حل أسئلة ببتدي أفهم، فما حسيتش إني oriented غير لما حليت أسئلة. الواحد محتاج يحل في حدود 5000 سؤال قبل ما يخش الامتحان، في امتحانات تجربة ممكن الواحد يمتحنها فيعرف مستوى إيه. لما يمتحن امتحانات التجربة دي وما يكونش امتحنها قبل كده ولا حلها قبل كده ويمتحنها بالتايم، بتقول له بالظبط هو هيجيب كام في الامتحان، فإلى حد ما مش مفروض الواحد يبقى متفاجئ قوي على أساس إن هو بامتحانات التجربة دي يعني بيعرف. ومع ذلك في ناس بيبقوا كانوا كويسين قوي في المذاكرة وربنا ما بيوفقهمش، ففي طبعا فاكتور كبير جدا توفيق ربنا للواحد، بس يعني الحاجات دي دقيقة كانت مع غالبية الناس باستثناءات قليلة. أنا رأيي إن الناس المفروض إنها تبتدي تبراكتس على الأسئلة بدري جدا، يعني اللي بيذاكر ستيب 1 أو ستيب 2 يبتدي يبراكتس على الأسئلة من أول ما من أول أيام المذاكرة على طول، يعني يبقى بيذاكر الشابتر بيحل عليه أسئلة، أو حتى ممكن يحل أسئلة قبل ما يذاكر. ده بالنسبة لستيب 1. في ستيب 1 الفيرست ايد كان مهم جدا، الفيرست ايد في رأيي إنه يعني أنا حفظته كله واديت 10 أيام قبل الامتحان لمذاكرته واستفدت جدا بالحكاية دي. في ستيب 2 اللي انا عملته اني اشتركت في اليو اس ام لي وورد وحليت الكيو بانك على طول، يعني ما اشتريتش كابلن ولا قريت فيرست ايد ولا عملت اي حاجه تانية، كان حل اسئله بس وبعد كده امتحنت. وانا في رايي ان الكلام ده ينفع في ستيب 2 وفي ستيب 3 كمان. بالنسبه للسي اس كلها براكتس، انا برضو في السي اس اللي عملته ان انا رحت وبدات براكتس من اول يوم، ما قريتش خالص كتب، وحتى لما دخلت الامتحان انا ما كنتش قاري الكتب، كنت مبراكتس بس. ده امتحان كله براكتس، مذاكرة الكتب مش مفيدة في رأيي انها تضيع وقت. ممكن الواحد يقرا في الكتاب على اساس ان هو يعرف نفسه الموضوع ايه، بس ما ت... يعني ما انصحش حد انه يستثمر وقت كتير في الكتاب. اي ثينك ان الواحد لو بدأ براكتس على طول ويبقى هو بيبراكتس يقرا في الكتاب، او حتى ممكن اصحابه يقولوا له يعني هو الكلام اللي هم قروه المفروض يقول الكلام ده ازاي او يسأل السؤال ده ازاي بس. والامتحانات احسن حاجة انها تتاخد كلها ورا بعض وبسرعة، لان مذاكرة ستاب بتساعد الستاب التانية، فالواحد لو ضغط على نفسه يقدر يعمل الستاب 1 و2 والسي اس في تقريبا سنة وست شهور، وستاب 3 بعد كده لو اخدها بعديها على طول ممكن ياخدها في شهرين او ثلاثة. بس محدش يتسرع، محدش يحاول ياخد ستاب 1 مثلا في ست شهور كأول ستاب، هيجيب سكور وحش. انا في رأيي انها دي حاجة مش سهل خالص ان حد يعملها غير لو هو كان عبقري بس. ففي رأيي ادوا للستابس وقتها. الواحد ممكن يذاكر وهو طالب، دي حاجة ندمت عليها جدا، ان انا كنت عارف ان انا ناوي اسافر من يعني وانا داخل على سنة ستة، فبالتالي كان ممكن استغل وقت سنة ستة في ان انا احل اسئلة اليو اس ام لي، ودي كانت ممكن حاجة كمان ترتب لي تفكيري في الحاجات الباطنة اللي كنت بدرسها والجراحة، بس انا ما عملتش كده. فدي نصيحة ان ممكن الواحد مع المذاكرة بتاعت كلية الطب ممكن ان هو يحل اسئلة في اليو اس ام دي، مش لازم يذاكر خالص من كتب، ممكن بس مجرد ان هو يحل اسئلة ويسمع الدي في ديز بتاعت كابلن هتفيده يعني، وتخليه لما يجي ان هو يذاكر الامتحانات دي يبقى اورينتد اكتر، وفي نفس الوقت ممكن ترتب له المعلومات وتفيده علميا. بعد ما خلصت السي اس انا عملت ريسيرش، ما عملتش اي اوبزرفرشيبس. نصيحة للناس انهم يعملوا observerships، انا دي حاجة انا ما عملتهاش وبعد كده اتعلمت ان لا كان احسن ان انا اعملها. الobservership
بتفيد الواحد ان هو يتعرض شوية للكلينيكال سيستم في امريكا، وفي نفس الوقت حاجة في شهر او شهرين بتدي الواحد letters of recommendation. انا دخلت على طول على research، research بيحتاج فترة طويلة جدا على ما الواحد ياخد letter of recommendation كويس، فبالتالي ممكن الواحد يبتدي ب-observership. ك-observerships شهرين او ثلاثة كفاية قوي، محدش يعمل 5 و6 شهور observerships، ما بتفرقش، هما 3 شهور زي سنة في الobservatorships، على اساس الواحد بياخد 3 month clinical experience، بياخد كام letter of recommendation وخلاص. انا عملت في الريسيرش basic science research، الريسيرش نوعين كبار، في basic science وفي clinical. انا عملت basic science، انا بنصح الناس انها تعمل clinical. البيزك ساينس ريسيرش محترم اكتر من الكلينيكال ريسيرش ومقدر اكتر في امريكا، وهو اللي بيطلع علم اكتر، بس احنا تعلمنا كلينيكال اكتر ما هو بيزك. يعني صعب قوي كانت على الواحد ان هو يتعلم جيناتكس ويعمل بحث علمي حقيقي على الجينز مثلا، بس كان اسهل لي كتير على مرض زي التيوبركلوزز او مثلا اي مرض انا درسته في الكليه ان انا اعمل بحث علمي عليه. فبالتالي الكلينيكال ريسيرش مناسب اكتر بالنسبه لنا، بالذات لو واحد عايز يشتغل في حاجه لمده 6 شهور يطلع منها بيبر ويخش الماتش. فالبيزك ساينس ريسيرش كان تجربه حلوه جدا ومحترمه جدا، بس كانت مشكلتها انها محتاجه وقت كتير. في البيزك ساينس ريسيرش انا اشتغلت في حاجه اسمها المايكرو اريز والريل تايم بي سي ار، اتعلمت تكنيكس. تقريبا اول 3 شهور كنت قاعد اتعلم في التكنيكس، تقريبا بعد شهر ونص ادوني البروجكت بتاعتي، بتبقى عباره عن انها ورقه مطبوع فيها الحاجات اللي انا المفروض اعملها. كان تجربه معينه عملناها على الفئران، وبنشوف بعد الكيدني انجري كان بيحصل ايه للجينز بس. ف مميزات الريسيرش ان لما بنروح الانترفيو بيبقى في مع الواحد حاجة يتكلم عليها في الانترفيو، يقدر يقعد يشرح للناس انا عملت كذا وعملت كذا. الناس في امريكا بتنبهر جدا بالريسيرش، فبالتالي هم لما بيسمعوا القصص دي بيبقوا مبسوطين. الريسيرش بتاعي انا عملته في هارفارد، ودي كانت حاجة كويسة وجابت لي انترفيوز كتيرة وكانت بتخلي الناس تحترمني. فبالتالي نصيحة الواحد لو بيعمل ريسيرش، لو يقدر يروح جامعة كبيرة او حاجة اسمها كبير هيبقى احسن. التجربة نفسها بتاعت وجود الواحد في جامعة زي دي مفيدة جدا، ويعني وبتفرق بعد كده لما الواحد يجي يقدم على فيلوشيب او حتى في الريزدنسي بتاعته، بتفرق في احترام الناس ليه، وفي نفس الوقت بيبقى اتعلم ان هو يتعامل مع انستيتيوشن كبيرة والامور بتمشي فيها ازاي. ففي الريسيرش الواحد يستحسن ينقي جامعة كبيرة لو كان يقدر، ويستحسن ينقي بيسك ساينس، ينقي قصدي كلينيكال ريسيرش مش بيسك ساينس ريسيرش، لان هو هيقدر يطلع بيبرز اسرع. بالنسبه لللاترز اوف ريكومنديشن، انا دخلت الماتش باللاترز اوف ريكومنديشن كلها مصري، اللاترز المصري كويسه، وفي رايي ان الواحد اللي مقدم يستحسن يجيب ولو لاتر واحد بس مصري، حتى لو عنده لاترز امريكاني كتيره، لان هم بيبقوا عايزين يعرفوا راي الناس اللي في الجامعه بتاعته في مصر كانت ايه برضه، فبالتالي يجيب لاتر اوف ريكومنديشن مصري. الاساتذه عندنا في مصر كانوا بيقولوا لي ايه، اكتب انت اللاتر اوف ريكومنديشن وجيبه لنا هنقراه ونراجعه ونمضيه. فانا مثلا من الناس اللي خليت لهم يكتبوا لي لاتر اوف ريكومنديشن دكتور سامح لبيب، درس لي في سنه 6، قعدت معاه تقريبا سنه كامله. فبالتالي ممكن الواحد يروح حتى للدكاتره اللي هو كان بياخد معاهم دروس، ودول ناس علموه وتعاملوا معاه، ممكن ياخد منهم لاترز اوف ريكومنديشن، وبالتالي يقدر يكتب في اللاتر انا علمت مثلا الطالب الفلاني لمده سنه وتعاملت معاه وشفت مستواه وكان بيعمل ايه في الامتحانات. يعني يقدر يعلق على حاجات كتيره حقيقيه حصلت، وبالتالي ده يبقى لاتر اوف ريكومنديشن كويس. بالنسبه لللاترز اوف ريكومنديشن الامريكاني، انا في وسط الماتش عرفت اخد لاتر من المكان اللي بعمل معاه ريسيرش، كان بقالي تقريبا 5 شهور معاهم، فاللاتر كان بيكتب الحاجات اللي احنا عملناها في ال5 شهور اللي فاتت. اللي انا اتعلمته بالنسبه لللاترز اوف ريكومنديشن، مش مهم الواحد معاه كام لاتر، يعني مش حاجه كويسه الواحد يقول انا معايا 5 لاترز اوف ريكومنديشن، المهم مكتوب ايه في اللاترز اوف ريكومنديشن. يعني لاتر اوف ريكومنديشن واحد بس قوي ومكتوب يعني في حاجات حقيقيه حصلت وواحد فعلا بيريكومند الطالب ده ان هو ياخد ريزيدنسي، احسن بكتير قوي من واحد يبقى معاه 7 لترز اوف ريكومنديشن عاديين. ولو في لتر اوف ريكومنديشن مش حلو ممكن يبقى كمان مضر، لان دي تبقى شهاده من دكتور امريكاني ان الطالب ده ما عجبوش. فالفكره كلها ان الواحد لازم يقرا اللتر اوف ريكومنديشن ويقرا بين السطور. يعني ممكن الناس اللي بتكتب لترز وحشه مش بيبقى واضح انه وحش، بيبقى مجرد انه كاتب كلام قليل وبيريكومند الطالب بتحفظ، وبالتالي ده دي مش حاجه كويسه. لما هم بيبقوا مبسوطين من حد بيكتبوا كلام جامد جدا، فالواحد لما يبقى عايز لتر يحاول يجيب لتر اوف ريكومنديشن حلو. في الريسيرش دي ميزه، لان الواحد ممكن يشتغل معاهم لمده 5 أو 6 شهور، فبالتالي لما ياخد لاتر اوف ريكومنديشن هيبقى مكتوب فيه تفاصيل اللي حصل في ال5 أو 6 شهور دول. الريسيرش اللي انا عملته في امريكا، انا كنت يعني مكلم الناس من قبلها بحوالي 8 شهور او سنه،
اللي ساعدني في الريسيرش واحد اسمه عماد سنجر، وهو دكتور مصري اسكندراني كان خد الميديكال سكول بتاعته في امريكا، وهو جزاه الله خير ساعدني وما خدش مني اي فلوس في المقابل. هو ساعدني ان انا اجيب المكان بتاع الريسيرش ده. كنا متفقين مع الناس من قبلها بسنة، ودي نصيحة بنصحها لكل الناس، ان هو قبل ما يبقى مسافر امريكا يبقى مظبط المكان اللي هو هيعمل فيه التريننج بتاعه الاوبزرفرشيبس والريسيرش من قبلها بكتير. الريسيرش محتاج 6 شهور او سنة من قبلها، يبقى متفق مع المكان. الاوبزرفرشيبس يمكن مثلا 3 شهور، بحس الواحد لما يطلع يبقى اوريدي عارف هيروح فين. لما انا رحت امريكا كان عندي فكره تانية، انا قلت هدخل المستشفيات بنفسي واسلم على الناس واقول لهم انا عايز تريننج. الكلام ده فاشل جدا، ما عرفتش اجيب اي حاجه بالطريقه دي. المكان الوحيد اللي عرفت ان انا اجيبه هو الحتت اللي كنت متفق عليها من وانا في مصر، يعني المكان بتاع الريسيرش ده من قبليها بفتره طويله جدا، مكان تاني بتاع اوبزرفرشيب بس ما عملتهاش في الاخر لان جالي بوزيشن ريسيرش كنت برضو متفق من قبليها بفتره طويله جدا. فالفكرة كلها ان الواحد ما يجيش على اخر لحظة او يقول انا بعد ما اطلع امريكا هشوف، لان مجرد ما بنطلع امريكا الواحد بيتشغل جدا في الحياة وبيبقى في بلد جديدة وبيبقى فيه ستريسز كتيرة مختلفة، وبيبقى الواحد في نفس الوقت عايز يتفرج على البلد ويعمل حاجات تانية، فمش هيعرف ان هو يجيب ريسيرش. وحكاية ان احنا نعدي على المستشفيات دي فاشلة جدا، هما كانوا بيقولوا لنا هناك خدوا الايميل وابعتوا لنا ايميل. بالنسبة للماتش انا رأيي اللي ابلاي في الماتش يحاول يابلاي طبعا على اكبر عدد ممكن من البروجرامز، بس مش دي بس النقطة، التركيز مهم. يعني نفس الفكرة بتاعت صاحب بالين كذاب وصاحب 3 منافق، انا في رأيي ان الواحد لازم يركز على سبيشاليتي معينة هو بيحبها. ففي فكرة الباك اب سبيشالتي، انا مش حاسس ان فكرة الباك اب سبيشالتي دي فكرة بتنجح قوي الا لو واحد مثلا بيقدم على راديولوجي او حاجة كومبيتيتيف، فبالتالي ممكن يحط باك اب سبيشالتي. بس مثلا لو حد مقدم على باطنة وحاطط فاميلي ميديسن باك اب او سايكايتري باك اب، دي مش دايما بتنجح قوي لان كل السبيشالتيز كومبيتيتيف، وبالتالي احسن حاجه الواحد ممكن يعملها ان هو يركز في سبيشالتي واحده بس، يبني فيها سي في قوي قوي ويابلاي فيها، وبالتالي هي هتجيله. ولو عنده وقت اكتر يعمل فيها ريسيرش او ياخد فيها حتى ماسترز ديجري في نفس السبيشالتي. التركيز مهم جدا لان الواحد كل ما بيركز في السبيشالتي بيبني فيها سي في اقوى، وبالتالي بيبقى اسهل انها تجيله. بس لو الواحد شتت نفسه ما بين كذا تخصص، في ناس تانية مركزه في تخصص واحد بس هتعرف تاخده وهو مش هيعرف ياخده، فبالتالي التركيز مهم. بالنسبة لليو اس ام لي السكورز مهمة جدا، مش معنى كده اللي ما جابش سكور كويس مش بيماتش. انا في ناس كتير من اصحابي جابوا سكورز مش كويسة ومع ذلك جالهم مات، يعني جالهم ماتش في بروجرامز حلوة، وناس جابوا سكورز حلوة جدا ومع ذلك ما جالهمش ريزيدنسي خالص. الموضوع مش بس السكور، الموضوع كل حاجة، بس السكور فاكتور مهم لان هو حاجة ببلاش الواحد يقدر يعملها وهو في بلده وهو قاعد واحنا كويسين قوي في المذاكرة. فبالتالي نحاول نركز طبعا على السكور، لان بعد كده بنطلع ونتنافس مع الناس التانيين في حاجات تانية احنا ممكن مش كويسين قوي فيها، زي الريسيرش وزي الـ يعني الكلينيكال اكسبيرينس، يمكن احنا مش واخدين كلينيكال اكسبيرينس كتير قوي في كليتنا كطلبة، فبتبقى مش نقطة قوة. فالمذاكرة والسكور نقطة قوة بالنسبة لنا، وهي حاجة مش مكلفة خالص والواحد يقدر يعملها وهو قاعد في مصر في وسط اهله. في رأيي الناس تذاكر للمعادلة في مصر، محدش يقول أنا هطلع أذاكر في أمريكا، لأن هو كده هو بيضيع إقامته في أمريكا وفي نفس الوقت بيتكلف فلوس والحياة هناك ديستراكتنج، مش هيعرف ينجز. والامتحانات موجودة في مصر، فمفيش أي نقطة تخلي الواحد يذاكر في أمريكا، الواحد يذاكر كل المذاكرة في مصر ويطلع أمريكا بعد ما يخلص. بالنسبة للتقديم على الفيزا، أنا قدمت على الفيزا بعد ما كنت خلصت ونجحت في ستيب 1 وسألوني في السفارة، خلصت ستيب 1 نجحت فيها فبالتالي ادوني الفيزا. كنت حاجز السي اس ومعايا اللاتر الانفيتيشن لاتر. في رأي الناس اللي بتقدم على الفيزا تبقى تعمل كده هو بالظبط، ما تروحش تقدم قبل ما تخلص الامتحانات، يخلص ستيب 1 بعد كده يقدم ويبقى اوريدي نجح فيها واوريدي معاه لاتر اوف انفيتيشن على السي اس اكزام، بعد كده يروح يقدم. بحس ان هو هتبقى فرصه رفض الفيزا اقل. حكايه ان واحد يطلع يقول انا مسافر سياحه او كده دي مش حاجه صح، حتى لو مشيت مع بعض الناس هي طريقه غلط، وفي احتمال كبير ان الناس دي فيزتها تترفض وبعد كده ما يعرفوش ياخدوها تاني. الكونكشنز في امريكا مهمه زي ما هي مهمه في كل حته، بس وساعات الناس الصغيرين بيساعدوا اكتر من الناس الكبار. يعني الواحد لو يعرف ريزيدنت في بروجرام بتبقى احسن بكتير قوي من لو يعرف اتندنج، لان الريزيدنت ممكن يتكلم مع البروجرام دايركتور وهم شغالين مع بعض وبالتالي هيعرف يجيب، يعني يجيب انترفيو. ممكن الاتندنج ما يعرفش يعمل نفس الحكايه، ممكن الاتندنج يبقى هو اتندنج وكل حاجه بس بعيد جدا عن البروجرام التعليمي، وهيبقى اصعب عليه ان هو يتكلم ويريكومند حد. فاحسن ريكومنديشنز بتيجي من النواب او من الناس اللي خريجين من بروجرام معين، لما يكلموا البروجرام بتاعهم ويقولوا فلان ده احنا نعرفه واشتغلنا معاه، وهم بيسالوا بالظبط بيقولوا له تعرفه اشتغلت معاه، يعني بيسالوا عن تفاصيل مش مجرد صاحبي وكويس. غالبيه الانترفيوز اللي جات لي من غير كونكشنز،
يعني الواحد لما بيجيب اوبزرفرشيب او انترفيو او اي حاجه، فرصته انه يجيبها من غير كونكشنز اكتر من بكونكشنز. يعني الكونكشنز دي مجرد عامل مساعد ممكن الواحد يزود بيه فرصه 20 30%، مش اكتر من كده. ما ينفعش حد يعتمد على الكونكشنز ويتوقع ان هو يطلع اوتكم كويس. غالبيتنا جالنا ريزيدنسيز من غير كونكشنز خالص. انا جالت لي ريزيدنسي عن طريق واحد كان ريزيدنت خريج البروجرام ده، كان صاحب ابن عمي وكنت اعرفه من زمان، بعدين هي ريكومندد مي وجالي انترفيو. بس مع ذلك غالبيه الانترفيوز بتاعتي ما كانتش بيزد اون فكره الكونكشنز. فالكونكشنز عامل مساعد بس مش هي الاساس. بالنسبه للفيزا الجي 1 والاتش 1، انا في رايي انها مش فارقه كتير. اكيد الاتش 1 اسهل من الجي 1 بالنسبه اللي عايز يقعد في امريكا وياخد جنسيه، بس الجي 1 اسهل بالنسبه اللي عايز ياخد فيلوشيب ومش فارقه معاه قوي ان هو ياخد الجنسيه الامريكيه. انا في رايي انها مش فارقه، اهم حاجه الريزيدنسي. لما جيت ماتش بصراحه انا خدت جي 1، ما فكرتش خالص جي 1 ولا اتش 1، كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اروح المكان اللي انا عايزه. في رايي دي احسن حاجه الواحد يفكر بيها. كل ريزيدنسي كويسه. في ناس كتيرة بتقول بعد الجي 1 بتبقى الويفر صعبة، وأنا رأيي ده كلام مش حقيقي خالص. أنا بعد يعني في آخر الريزدنسي لما جيت أقدم على شغل الموضوع كان سهل جدا، فرص الشغل كتيرة جدا، الواحد سهل جدا إن هو يلاقي شغل وإنه يعمل الفيزا ويفر. فبالتالي يعني ما فيش قلق من حكاية جي 1 ولا اتش 1، المهم إن الواحد ياخد ريزدنسي كويسة، لأن أهم حاجة بتفرق وبتفضل مكتوبة في السي في يعني طول العمر هي الريزدنسي بتاعته كانت فين. فأهم حاجة نركز في ان احنا ناخد ريزيدنسي في مكان كويس. بالنسبة للفيلوشيب على حسب الواحد بيحب ايه، في ناس بتقول خد فيلوشيب وخلاص. انا مش مع النظرية دي، انا رأيي ان الواحد ياخد فيلوشيب لو السبيشاليتي بيحبها. الفلوس بالنسبة للبطنة العامة وبالنسبة للفيلوشيب الفرق مش كبير خالص، بس تقريبا انا في رأيي ان مفيش فرق حقيقي. فالمهم ان الواحد ياخد السبيشاليتي اللي هو عايزها واللي بيحبها ويشتغل الشغلانة اللي هو حاسس انه هيبقى مبسوط فيها. فلوس الريزيدنسي كويسة، بتعايش الواحد كويس، ممكن تخليه يتجوز. انا اتجوزت وانا ريزيدنت في نص سنة تانية، عارف اصرف على نفسي وعلى مراتي فما فيش مشكلة. والريزيدنتس اصحابنا المخلفين عارفين يصرفوا على اولادهم. الحياة بتبقى مزنوقة شوية لو الواحد مع اولاد، لو معهوش اولاد بتبقى الفلوس مريحة جدا والحياة بتبقى مريحة جدا. مع ذلك الواحد يقدر يتجوز ويصرف على نفسه، مش محتاج مساعدة خالص من اهله. ولو هو سنجل ممكن يحوش. في الريزيدنسي الوقت بيبقى مزنوق شوية، بالذات في أول سنة اللي هي الانترنشيب بيبقى الوقت مزنوق جدا، لأن الانترن التيم كله بيعتمد عليه وبيبقى شغله كتير جدا، هو اللي بيبقى بياخد باله من العيانين كلها. فبيبقى الوقت مزنوق، وبالذات أول كام شهر بيبقى مفيش حياة اجتماعية خالص. من أول سنة تانية أنا كنت حاسس إن في حياة اجتماعية وإن في وقت. طبعا هي فترة كلها صعبة والوقت مش كتير، بس في وقت. الاتندنجز عندهم وقت أكتر بكتير، وبيشتغلوا تقريبا نص الشغل بتاع الريزيدنتس. طبعا على حسب السبيشالتي بتفرق، بس all in all في وقت وفي حياة اجتماعية وماديا الموضوع مريح. في رود ايلاند في الحتة اللي انا عايش فيها في مجتمع عربي ومسلم كويس، في عندنا جامع، وفي جامع جنب المستشفى على طول، في مكان للصلاة حتى في المستشفى. يعني الواحد بيلاقي ناس ويخرج معاهم، في مطعم عربي، في صلاة عيد، فما فيش مشكلة جامدة قوي بالنسبة للمجتمع العربي والمسلم، الواحد بيلاقي صحاب. الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها يعني لو الزمن رجع بيا كنت عملتها، وعلشان كده بنصح الناس ان هم يعملوها، ان هم يركزوا على العلم. يعني انا كان نفسي اركز اكتر على العلم في سنين الكليه وانا بذاكر، ابقى بفكر كده هو في ان انا ازاي اتعلم، ان انا اقرا من سورسز محترمه اكتر، ما بقاش مجرد بقرا من كتب الدروس الخصوصيه بهدف ان انا اجيب مجموع. العكس، كنت اقرا من كتب اجنبيه، اقرا من سورسز محترمه، لان انا اللي حسيته في الاخر بيفرق هو الواحد متعلم كويس ولا لا. لو الواحد متعلم كويس بيقدر يعمل كويس في الامتحانات، لما بيجي يشتغل كنايب بيشتغل كويس والناس بتحبه وبيقدر ينجز جامد في مستقبله. تعليم الجامعة مهم جدا أكتر ما احنا متخيلين. في النيابة الواحد مش بيقدر يتعلم أوي، هو مجرد بيطبق الحاجات اللي هو اتعلمها. واحنا تعلمنا مش وحش، يعني احنا عندنا معلومات كتيرة بس المعلومات دي مش مترتبة. يمكن لما الواحد بياخد النيابة وبيعمل مثلا USMLE بتبتدي المعلومات تترتب شوية في دماغه. بس نصيحتي لكل الناس اللي في الجامعة ان هي تحاول تستغل سنين الجامعة انها تتعلم كويس، تعمل كل البروسيديرز اللي تقدر عليها، يقدر يخيط، يعمل سنترال لاين، يشوف عيانين. مهم جدا ان احنا نشوف عيانين، في اوبورتيونيتي جباره في القصر العيني، عيانين كتير جدا، بس واحنا بنبقى مركزين على المجموع والمذاكره وما بنروحش نشوف العيانين. فدي حاجه تانية كان ممكن اعملها وانا طالب، ان انا اشوف عيانين اكتر وان انا اركز اكتر في العلم، ولو في اساتذه او حد يقدر يعلمني حاجه كنت اتعلم منه. انا جيت دلوقتي وندمت على الحاجات دي، وبقى في حاجات كتيره كان ممكن اتعلمها وانا طالب، بقيت بضطر اروح دلوقتي واتعلمها وانا نايب ومشغول، علشان الحاجات دي مهمه بالنسبه لشغلي
الحاجة التانية اللي أنا اتعلمتها ومشيت كويس قوي بالنسبة لي هي إن إحنا نشتغل مع بعض في مجموعة. أنا لما جيت أجي أمريكا هنا أهو، أنا ذاكرت مع ناس أصحابي في الدفعة اللي أكبر مني وفي دفعتي، وكلنا جينا أمريكا في الآخر غالبيتنا جالوا ريزيدنسي، ولغاية دلوقتي إحنا في علاقة بينا قوية جدا، وبنتقابل مع بعض وبنخرج مع بعض وبنبقى سبورت لبعض وبنشير الإكسبيرينس. فامشوا مع بعض مجموعات، النجاح بتبقى فرصته اكتر بكتير لما تبقى مجموعة ماشية مع بعض غير لما واحد يبقى لوحده. ودايما ناخد نصايح من الناس اللي سبقونا، لان اسهل بكتير ان الواحد بدل ما يخترع الطريق ان يبقى في واحد اوريدي ماشي في السكة دي، فهو ياخد الاكسبيرينس بتاعته ويبني عليها. تاني نصيحة مني لكل الناس ان الواحد ما يخافش، يعني المخاطرة بتجيب نتيجة كويسة. الواحد برضو ما يخاطرش زيادة عن اللزوم، يعني تبقى مخاطرة محسوبة، بس الناس اللي هي بتخاف وتمشي جوه الحيط وتحط 10 باك اب بلانز في الاخر بتعيش جوه الباك اب بلان بتاعتها وما بتحققش اي حاجه. فالواحد احسن ان هو يبقى شجاع وياخد مخاطرات. انا لما جيت امريكا وطلعت على بوسطن اول مره، كنت طالع على بوسطن ومش حاجز مكان ومش عارف انا رايح اقعد فين، وفي نفس الوقت رايح اعمل انترفيو مع ناس بتوع ريسيرش، وانا مش متاكد الناس دي هتقابلني ولا هتاخدني ولا لا، ومع ذلك جات لي اوبورتونيتي وعرفت استقر هناك. فالواحد بياخد مخاطرات معينه، ساعات بتنجح وساعات بتفشل، بس لما بتنجح الواحد بيقدر يحط رجله في حته ويبني على كده. فعشان كده انا وذ المخاطره المحسوبه. وانا حاسس ان المصريين اتحسنوا كتير وان احنا تطورنا، وحاسس ان المجهودات اللي بتتعمل دي ان احنا نساعد بعض وننقل تجاربنا لبعض كمصريين هتنجحنا اكتر، وان شاء الله هتخلي ربنا يبارك فينا ويحبنا، وفي الاخر الاوتكم هيبقى احسن بكتير. فلازم نفضل نساعد بعض ونشجع بعض ونتعلم اكتر نظرية ان انا مش عشان انا انجح لازم غيري يفشل، العكس ممكن كلنا ننجح ونساعد المصريين وغير المصريين كمان. وبكده ان شاء الله ربنا يخلينا نبقى فعلا خير امة اخرجت للناس. بس وربنا يوفقكم كلكم، وإن شاء الله تكون تجربتي مفيدة للناس التانية. السلام عليكم.